متابعينا الكرام هنا عبر شبكة النجوم نلتقي مع عبد الله عبد القوي لاعب فريق بلد الوليد. مبروك الوصول لنهائي بطولة النخبة. الله يبارك فيك حبيبي. المباراة كانت صعبة ضد السنابل. والله مباراة صعبة لكن الحمد لله هذا مجهود قبل رمضان وتعب معنا الإدارة وحنا تعبنا الحمد لله تمارين وتعب ومباريات وذا لكن الحمد لله ربك توج تعبنا بفوز وإن شاء الله على النهائي لسه نبغاه. أخيرا بلد الوليد يقترب من تحقيق أول بطولة في ملعب سوبر الحمرة. الحمد لله ولسه باقي هذه بس أول واحدة وباقي عاد عشرات جايات إن شاء الله. تهدي هذا الفوز والتأهل؟ والله أنا أهدي للوالد والوالدة الله يعطيهم العافية وأهدي لأبو شادي ولطنبشي والجميع الإدارة اللي نعرف أسمائهم واللي ما نعرف أسمائهم خلف الكواليس. يعطيك العافية شكرا لك. الله يسعدك حبيبي يعطيك العافية.